اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية لليوم الثاني على التوالي. أبو ظبي تطلق أول مؤشر في المنطقة للشركات العائلية. أسعار النفط تتراجع رغم التوترات الجيوسياسية وبرنت دون 85 دولارًا. عد الله مساءكم بكل خير احييكم انا ريهام الدويك وحلقه جديده من برنامجكم الاقتصاديه ارقام واسواق نستعرض فيها مع حضراتكم اداء اسواق المال العربيه التي انخفضت اغلب مؤشراتها خلال تعاملات اليوم وفي حلقتنا ايضا مزيد من الاخبار والتحليلات الاقتصاديه ونبدا من البورصه المصريه التي اغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الاجماليه ثلاثه مليارات جنيه و سته وسبعين مليونا وصعد مؤشر السوق الرئيسي ايج اكس ثلاثين بنسبه واحد فاصل اربعه وثلاثين ليغلق عند مستوى سبعه وعشرين الفا اربعه وستين نقطه كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه ايج اكس سبعين بنسبه بلغت 56% من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 6143 نقطة وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا قفز سهم شركة مرسية للاستثمار العقاري بنسبة 16% ليغلق عند 3 جنيهات و 62 قرشا يلي سهم شركة جي بي كوربريشن بنسبة 15.81% ليغلق عند 14 جنيها و 80 قرشا ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة المصرية للدواجن بنسبة ثمانية بالمئة ليغلق عند ثلاثة جنيهات وأربعة وثلاثين قرشا بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم حق كتاب أسمنت سيناء اثنين بنسبة بلغت ستة عشر فاصل سبعة وأربعين ليغلق عند خمسة قرشا انتقل إلى أسواق المال الإماراتية حيث أغلق سوق أبوظبي المالي منخفضا بنسبة 22 من المائة في المائة عند مستوى 9000 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار و15 مليون درهم ومن أصل 72 شركة تم تداول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 22 شركة بينما انخفضت أسهم 24 شركة وبقيت 26 شركة على ثبات وعلى صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم إشراق للاستثمار بنسبة 8% فاصل 55 يغلق عند 33 فلسا بينما ارتفع سهم أسمنت الفجيرة بنسبة 8% فاصل 46 يغلق عند 29 فلسا كما أغلق سهم أبو ظبي الوطني مواد البناء مرتفعا بنسبة 4% فاصل 86 ليغلق عند 36 فلسا بينما انخفض سهم شركة بامز الرياضية بنسبة 6% .79 فلسن. ليغلق عند 9 دراهم و88 فلسا أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام على انخفاض طفيف بنسبة ثلاثة من المئة. في المئة عند مستوى ثلاثة آلاف نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 305 وخمسة ملايين درهم ومن أصل خمسة شركة تم تداولها اليوم ارتفعت أسهم سبع شركات بينما انخفضت أسهم 18 شركة وبقيت 10 شركات على ثبات. ارتفع سهم مصرف السلامة السودان بنسبة 12% فاصل 81 يغلق عند 81 فلسا كما ارتفع سهم شركة وطنية انترناشونال القابضة بنسبة 6% فاصل 21 يغلق عند 54 فلسا وايضا ارتفع سهم شركه اوراسكوم كونستراكشن بنسبه 2.91 ليغلق عند 5 دولارات و30 سنتا بينما اغلق سهم شركه سكون تكافل منخفضا بنسبه 3% عند درهما و60 فلسا على مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 29 من المئة في المئة عند مستوى 11730 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات ريال و90 مليون وجاء سهم شركة الراشح للتأمين التعاوني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.96 يغلق عند 180 ريالاً، تلائي أيضاً سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بنسبة 6% فاصل 97 ليغلق عند 254 ريالاً و80 هللة كما ارتفع سهم شركة البنية التحتية المستدامة القابضة بنسبة 5% فاصل 49 عند 37 ريالاً و50 هللة بينما تصدر سهم شركة أديس القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة اثنين عند واحد ريالا وثلاثين هلا لا. أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول بورصة الكويت متراجعا بنسبة 29% من المئة في المئة عند مستوى 7597 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 31 مليون دينار وجاء سهم بوبيان للبتروكيماويات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 61% من المئة في المئة ليغلق عند 657 فلساً تلا سهم الكويتيه للاستثمار بنسبه 59 من المئة في المئة ليغلق عند 170 فلسا تلا سهم بنك برقان بنسبه 55 من المئة في المئة ليغلق عند 183 فلسا بينما تصدر سهم ميزان القابضه قائمه الاسهم الاكثر انخفاضا بنسبه 6.92 ليغلق عند 740 فلسا كويتيا وعلى صعيد مستجدات اخبار الشركات والاعمال رفعت ثلاثه بنوك مصريه هي الاهلي المصري ومصر والتجاريه الدولي حدود استخدام البطاقات الائتمانيه خارج مصر بنسبه 50% واعلن البنك الاهلي المصري وهو من البنوك المملوكه للدوله رفع حدود الانفاق الدولي داخل مصر تصبح 7500 جنيه بدلا من 5000 جنيه كذلك رفع بنك مصر وهو بنك عام أيضا حدود البطاقات الائتمانية بنسبة 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر يصل حد الشراء الشهري إلى 300000 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية وأعلن البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر عن رفع حدود الإنفاق الدولي على البطاقات الائتمانية كافة كما خفضت البنوك الثلاثة رسوم العملة على أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة خمسين بالمئة على كافة أنواع البطاقات إلى خمسة بالمئة بدلاً من عشرة بالمئة مقابل تدبير عملة من رصيده بالجنيه المصري إلى عملة الدولة المتواجب بها العميل. أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن الإمارات بدأت الترويج لطرح سندات مقاومة بالدولار لأجل عشر سنوات وذكرت الوثيقة أن الإمارات من خلال وزارة المالية حددت سعر الاسترشادية الأولي عند نحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ومن المتوقع أن يكون الطرح من الحجم القياسي الذي عادة ما يشير إلى طرح بقيمة 500 مليون دولار على الأقل. وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي اتفاقية مع جامعة الإمارات لإطلاق مؤشر أبو ظبي للشركات العائلية الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء يتيح المؤشر تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الامارة في الذكاء الاقتصادي والابحاث، ما يوفر افكارا عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية، ويقيس مؤشر ابو ظبي للشركات العائلية اداء الشركات العائلية وتأثيرها في الامارة، اضافة الى قياس مؤشرات اخرى متعلقة بانشطتها مع امكانيه توسيع نطاق المؤشر ليشمل الشركات العائليه في الاقليم والعالم ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقه ومؤشرات اداء مثل الايرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية مع بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنك الإماراتية للتوزيع والوفد المرافق لهم خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وأكد طارق الملا في بيان اليوم الثلاثاء أن وجود أدنك بسوق المنتجات البترولية المصري وتوسعها فيه اضافه مهمه خاصه وان الوزاره تعمل على زياده استثمارات القطاع الخاص بهذه السوق الحيويه الكبيره التي تشهد نموا مستمرا من جانبه اوضح بدر اللمكي ان خطط الشركه التوسعيه في مصر مستمره وان عدد محطاتها بمصر حاليا عشر محطات وتخطط لزياده محطاتها بواقع ست محطات سنويا خلال الفتره المقبله في ظل رؤيتها ونظرتها طويله الامد لجدول الاستثمار في سوق المنتجات البتروليه الكبير بمصر، وما تشهده من توسعات وفرص ونمو. اعلنت شركه ادنك للحفر موافقه مساهميها على سياسه توزيع ارباح تصاعدية جديدة بزيادة سنوية لا تقل عن 10% للسهم الواحد للسنوات الخمس من 2024 الى 2028. وبحيث لا تقل قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها خلال الفترة المذكورة عن 17 مليار و600 مليون درهم، ويتوقع أن تحقق السياسة الجديدة عائدًا تراكميًا يزيد على 27% كحد أدنى خلال فترة الخمس سنوات، ويمكن لمجلس الإدارة وفقًا لتقديره اعتماد توزيعات أرباح إضافية فوق التي أقرتها السياسة الجديدة بعد تقييم فرص زيادة التدفق النقدي الحر، ومن المتوقع أن يتم توزيع الأرباح على أساس النصف سنويّة، على أن يتم توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول، ودفع الأرباح المرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية يشهد اليوم الثلاثاء ادراج وبدء تداول أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في السوق الموازية ببورصة السعودية بسعر ثلاثة ريالات وستين هلله للسهم وطرحت الشركة خمسة ملايين سهم للمستثمرين المؤهلين تمثل عشرين من إجمالي أسهمها البالغ خمسة وعشرين مليون سهم بعد الطرح وقد بلغت نسبة التغطية 489% تسعة ويعد إدراج شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية الإدراج الحادي عشر في السوق الموازية نمو خلال العام الجاري وتوزعت الإدراجات بين إدراج مباشر وواحد وعشر إدراج وأحد عشر إدراجات عن طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين التحليل أبرز ما جاء في أسواق المال ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ باسم أبو غنيمة رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أونلاين مرحبا بكم على قناة أزهار برنامج أرقام وأسواق أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك أستاذ باسم يعني قبل أن نستفيد في تحليل مؤشرات البورصة المصرية تابعنا اليوم متوقف عمل مصانع شركات أسمدة وبتروكيماويات بسبب أزمة نقص إمدادات الطاقة وهو ما أثر سلبا على أسهم القطاع ما رؤية حضرتك فيما يحدث؟ وهل تنصح حاليًا بالاستثمار في أسهم البتروكيماويات والأسمدة؟ طيب بداية هو طبعا كان حصلت من فترة قبل كده برضو ان حصل نقص في امداد الغاز لمعظم شركات البيترو او شركات الاسمدة وده ادى لضبوط الاسهم بشكل كبير فالخبر خلينا نقول ان هو معاد او يعني حصل قبل كده فبقى بقى للمستثمر بقى تقريبا عارف ان في مشكلة في الطاقة من المرة اللي فاتت فبقى ده بقى موجود النهارده في وسط الجلسه بدات تظهر اخبار ايجابيه ان الحكومه تدخل بتتدخل لحل ازمه الطاقه تماما آه خلال الفتره اللي جايه وبالفعل آه رئيس شركه ابو قير طلع واصرح ان الحكومه قالت ان خلال ثلاث ساعات هتنتهي تمام ازمه آه الطاقه وهيبتدي امداد الشركه ثاني بالغاز مما ادى الى ارتفاع الاسهم مرة ثانية خلال جلسة النهاردة، خلينا نقول إن إن الخبر بشكل عام هو طبعاً سلبي على قطاع البتروكيميكالز، لكن لو هيبقى في تدخل من الدولة أو من الحكومة لحل الأزمة أو إنهائها تماماً، فده أظن هيبقى حاجة إيجابية للقطاع مش حاجة سلبية. خلينا إحنا في انتظار تحركات الحكومة في بهذا الشأن عشان نقدر نقول القطاع بشكل عام هيبقى جاذب للاستثمار ولا لا طبعا في ظل وجود نقص مستمر في امداد الطاقه للمصانع خاصه مصانع بتروكيميكالز فطبعا دي حاجه سلبيه ومن شانها التاثير السلبي علي الاسهم لكن في حاله حل الازمه دي بشكل نهائي أظن إن ده هيبقى حاجة إيجابية وممكن الأسهم تبتدي ترتفع معانا مرة ثانية زي ما شفنا النهاردة في أسهم تقريبا معظم أسهم البتروكيميكالز خاصة أن أبو قير بدأ يحصل فيها ارتداد وارتداد قوي بعد ما كان حاصل فيها هبوط قوي في أول الجلسة. فإن شاء الله على حسب الخطة بتاعة الحكومة لحل هذه الأزمة أظن القطاع ساعتها هيبتدي يحدد الاتجاه بتاعه. نعم اذا استاذ باسم بالنسبه لحاملي اسهم البتروكيماويات والاسمده هل تنصحهم بالتخارج وبيع اسهمهم ام استغلال الانخفاضات لزياده مكاريزهم او مراكزهم الشرائيه وعمل متوسطات سعريه طيب ده هيعتمد علي طبعا المناطق اللي هم اشتروا فيها المراكز في هو يعني انا مشتري المراكز ديت في في القمم اكيد لا طبعا هي تقليل للخساره ونبتدي نبيع لكن لو انا مشتري في الفتره الراهنه او بعد ال... يعني بعد الهبوط اللي حصل في اسهم بتروكيماكلز فده هتبقى حاجه برضو ايجابيه لو السوق او الاسهم بدا ينخفض الاسهم دي بدات تنخفض مره تانية اظن مم. ان الموجه الصحيه اللي موجوده في البتروكيماكلز تنتهي بنهايه النصف الاول من العام الحالي ممكن نلاقي بقى وقت مناطق تجميع والاسهم يحصل فيها عمليات تجميع ثم الارتداد خلال النصف الثاني من العام الجاري عشان كده طبعا الاسهم في المناطق اللي هي فيها دي لو احنا بنتكلم ان هو مستثمر جديد تماما لا طبعا هي اسعار جاذبه للشراء اسعار ممكن يحقق منها ان عوائد ربحيه بشكل كبير خلال النص الثاني من السنه لو هي في الم... لو هو لسه مستثمر جديد تماما يبقى لا طبعا مناطق المناطق دي مناطق دخول لكن لو هو بالفعل عنده خسائر كبيره فهو ممكن يعمل متوسط سعري في المناطق دي ومع اي ارتداد يبتدي يقلل خسائره شويه على اساس ان السهم الاسهم دي طبعا نازله النسبة بتاعها كان عنيف جدا خلال النص الاولاني من العام الحالي. خلينا ننتقل مع حضرتك لتحليل مؤشرات البورصه المصريه. ما رؤيتك لاداء المؤشر الرئيسي لبورصه مصر بعد اغلاق اليوم على ارتفاع؟ يعني المؤشر العام قفلنا عند 27264 دي حاجه ايجابيه بعد ما شاهدنا انخفاض خلال جلسه امس من مستوى المقاومه 27300 القوه الشرعيه قدرت بالفعل تمسك المؤشر عند مناطق ال وعشرين كان منطقه دعم وقدرت تثبت ان منطقه الدعم دي منطقه مهمه بدات تخش القوه بشكل كبير مم. حصل الارتداد طبعا ما قدرناش نعدي القمه بتاعت امبارح عند وعشرين لكن بشكل عام المؤشر بدا يتحسن نوعا نوعا ما، المشكلة كلها عندنا ان احجام التداول ما زالت منخفضة عشان نقدر نقول ان الطلعة دي او الارتدادة دي صحية بشكل عام او السوق كله بدأ يتحسن بشكل عام محتاجين تحسن واضح في احجام التداول اللي موجودة محتاجين ان مؤشرات صحة وجودة السوق بمعنى ادق ان كل الاسهم او معظم الاسهم مكونة تبقى تتحرك مع بعضيها عشان نقدر نقول ان الموجه دي ممكن تبقى موجه التعافي بتاع الاتجاه الهابط اللي كان على الاجل المتوسط لغايه دلوقتي خلال جلسه بكره او الاسبوع دوت لو تم اختراق مستوى 27 300 في اي وقت هيبقى عندي مستهدفات عند 27 600 ثم 27 800 على الاجل القصير. وماذا عن مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه للبورصه المصريه التي ارتفع ايضا خلينا مؤشر الاي جي 70 او مؤشر السبعيني والاسهم الصغيره والمتوسطة بشكل عام افضل من الاسهم القياديه في الفتره الحاليه خاصه ان بعد الهبوط اللي حصل ابتداء من شهر فبراير في 2024 بدانا كان الهبوط عنيف وفي السوق بشكل عام لكن بدانا نشوف او نلاحظ في الفتره الاخيره ان معدلات تسارع الهبوط دي بتقل بشكل كبير فده معناه ان بيحصل استيعاب للضغوط البيعية وبالفعل اللي حصل استيعاب للضغوط البيعية عند منطقة 5500 والسوق ارتد احنا بنقرب لل6200 وهو ده التحدي الحقيقي للقوة الشرائيه على الأجل المتوسط القوة الشرائية الموجودة في السوق دلوقتي هي قوة شرائية قصيرة الأجل في حالة اختراق منطقة ال6200 6200 دي منطقه مهمه جدا لو القشره قدرت تخترق المنطقه دي الاعلى هيبقى غالبا حصل تعافي تام للموجه التصحيحيه اللي كانت على الاجل المتوسط وهيعاود مؤشر السبعين او الاسهم الصغيره والمتوسطه هتعاود بقى الاتجاه العام الصاعد بتاعها على الاجل الطويل خلينا ننتقل مع حضرتك استاذ باسم لتحليل اسواق المال الاماراتيه التي سيطر عليها اللون الاحمر وابدا معك من بورصه ابو ظبي ما تحليل حضرتك للاداء بورصة ابو ظبي كان من فتره كبيره بيحصل فيها عمليات تصحيحيه كنا اتكلمنا قبل كده من بدايه من كسر مستوى 9200 ان هيحصل موجه تصحيحيه ممكن تودينا لمستوى 8700 8300 وده بالفعل المؤشر اول لما راح لمستوى 8700 بدا يحصل ارتداد في السوق وبعد كده وصلنا دلوقتي لمنطقه 9000 9000 هي منطقه القوم خلينا نقول ثانويه الا ان القشرة الشرائيه مش قادره تخترق المنطقه دي لاعلى اي موجه اي موجه تصحيحيه ثانيه في المؤشر فهو تقريبا هتوصل لنفس مناطق الدعم 8700 8300 قبل الارتداد اظن ان التصحيح او الموجه الهابطه اللي موجوده في سوق ابو ظبي منذ فتره هتنتهي باقتراب المؤشر من مستويات الدعم على الناحيه الاخرى في حاله اختراق مستوى 9000 هيبقى التحدي الحقيقي والاثبات الحقيقي ان القوى الشرعيه اللي موجوده في السوق دلوقتي تقدر تغير الاتجاه او الموجه التصحيحيه دي هو 9200 لازم يتم اختراقه بشكل مؤكد وثابت عشان نقدر نقول ان كل الموجه التصحيحيه اللي كانت موجوده في سوق ابو ظبي انتهت تماما راينا سوق دبي انخفض اليوم ايضا، ما رؤيه حضرتك لسوق دبي المالي؟ على الرغم من انخفاض سوق دبي الا ان سوق دبي القوى الشرائيه قادره تحافظ على مستوى ال 3900 4000 نقطه وبتشغاله في المنطقه ديت المنطقه دي منطقه دعم مهمه جدا لو قشرة هي فعلا قدرت تحافظ خلال الفترة الجاية على منطقة الدعم ديت وبدأنا نشوف ارتدادات من هنا غالبا هيبقى الموجة التصحيحية اللي بدأت معانا برضه من شهر فبراير 2024 هتبقى انتهت وهيبتدي يعاود سوق دبي الارتفاع مرة ثانية ومعاودة الاتجاه العام الصاعد بتاعه. طبعا منطقة الدعم اللي واقف عندها المؤشر دي مهمة جدا لا يجب أن يتم كسرها في أي وقت عشان كده بنقول للمستثمرين أن هم يراقبوا المنطقة دي عن كثب يحط حد إيقاف الخسائر بتاعته تحت مستوى 3900 بشكل صارم ويبتدي يجمع المراكز بغرض المتاجرة السريعة ممكن يحصل ارتداد لمناطق ال 4100 وال 4200 اللي عندها نقفل مراكز المتاجرة وننتظر دخول القوى الشرعية متوسطة الأجل لتغيير الموجة الهابطة ديت اللي موجودة ويبتدي السوق يعاود زي ما قلت حضرتك تاني الاتجاه العام الصاعد بتاعه سوق دبي ما زال من أقوى الأسواق اللي موجودة في المنطقة وما زالت القوى الشرعية قادرة توقف الضغوط البائعه عن مستويات الدهون بتاعتها وما يتمش كسرها بسهوله. استاذ باسم ابو الظبي اطلقت اول مؤشر في المنطقه للشركات العائليه. ما تقييمك لهذه الخطوه وحجم تاثيرها على اداء السوق؟ خلينا يعني نقول ان اي مؤشر جديد او اي اليه جديده بيتم طرحها في اي سوق بتعمق السوق وتوفر, وتوفر سيوله بشكل كبير داخل السوق ده طبعا ان غالبا هو ده المؤشر الوحيد الموجود في المنطقه بالشكل ده ما فيش عندنا في المنطقه كلها مؤشر للشركات العائليه طبعا الشركات العائليه سواء في دول الخليج بالذات شركات كبيره جدا بنلاقي ان هي شغاله في قطاعات كثيره جدا فلما يبقى عندي مؤشر مجمع كل الشركات ديت خاصه ان هو المؤشر معمول مع جامعه مع جامعه الامارات فطبعا هيبقى مبني على اساس علمي ومبني على اساس ان الناس تقدر تحدد بشكل علمي اصلا الشركات ديت شغاله في ايه قطاعاتها ايه التوظيف عندهم عامل ازاي الناحية الادارية عامله ازاي الناحيه الاداريه وكفاءه الناحيه الاداريه عامله ازاي فطبعا كل دوت هيسري السوق بمعلومات كبيره مم. كمان ان لما ابقى بدل ما أبقى انا, أبقى أنا أبقى ببص على قطاع مثلا الطاقه لوحده اللي فيه شركات عائليه او ببص على قطاع الاغذيه مثلا في شركات عائليه لا انا بجمع بجم... كل الشركات العائليه اللي موجوده اللي هي موجوده في العالم كله تقريبا مم. آه الشركات العائليه هي الأكبر شركات تقريبا تعتبر في العالم كله فطبعا دي حاجه ايجابيه جدا اظن ان ده هيوسع المعرفه بالشركات وبالقطاعات بتاعتها اظن ان ده هيؤدي الى مزيد من الاستثمارات داخل السوق خاصه ان دبي بشكل عام بتسبق كتير جدا المنطقه في الحاجات اللي هي بتؤدي الى الذكاء الاقتصادي والابحاث اكتر من اي دوله تانية في المنطقه فاظن انها دايما سباقه بهذا الموضوع فاظن ان المؤشر ده هيبقى من شانه تعميق السوق وزياده طبعا السيوله المتدفقه للاسواق نشكر الاستاذ باسم ابو غنيم رئيس قسم التحليل الفني بشركه عربيه اونلاين على مشاركته معنا اليوم أما على مستوى السلع فقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 45% من المائة في المائة يسجل سعر العقود الفورية لخام برينت 84 دولارا و77 سنتا للبرميل الواحد جاء تراجع أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة المقبل وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الصيف أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة 22% من المائة في المائة عند 2329 دولارا للأوقية يأتي تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين هذا الأسبوع صدور بيانات هامة حول الاقتصاد الأمريكي للحصول على معلومات أكبر حول المسار المتوقع لدورة التجديد النقدية وعلى صعيد العملات الرقمية فقد ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 11 من المئة في المائة لتغلق فوق مستوى 61 ألف دولار وصعدت البيتكوين بعد تراجعها أمس دون مستوى 60 ألف دولار إثر زيادة عمليات البيع بسبب تخارج الاستثمارات من صناديقها المتداولة في الولايات المتحدة. الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة سهم اليوم وسهمنا لهذا المساء هو شركة أدنق للحفر المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والتي صعدت سهمها اليوم بعد اعتماد الشركة سياسة توزيع الأرباح للسنوات الخمس المقبلة. الشركة أعلنت اليوم عن موافقة جمعيتها العمومية على مقترح تعديل سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، حيث أقرت سياسة توزيع تصاعدية جديدة ومحسنة بزيادة سنوية لا تقل عن 10%، وذلك لمدة سنوات خمس قادمة تبدأ من العام الجاري وحتى 2028، ما يعادل زيادة تراكمية بنسبة 61% على الأقل ووفقا للسياسة الجديدة ستعتمد شركة أدنك للحفر توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 17 مليار و600 مليون درهم خلال الخمس سنوات القادمة ويتوقع تحقيق عائد تراكمي يزيد على 27% كحد أدنى خلال هذه الفترة وبالنظر لأداء السهم اليوم كما بيظهر أمام حضراتكم على الشاشة، فقد صعد بنسبة 1% ليغلق عند السعر أربعة دراهم وسبعة فلوس. ننتقل الآن لأداء السهم في آخر سنة كما بتلاحظون أو بنرى على الشاشة بيشهد السهم ارتفاعات كبيرة بتقترب من 15% خلال العام. مشاهدينا الكرام كان هذا سهمنا لهذا المساء لتنتهي به جولتنا اليوم في عالم المال والاعمال الى لقاء جديد غدا تحياتي لكم ريهام الدويك دمتم في امان الله